منذ الإعلان عن موعد الاستحقاق الرئاسي، اتخذ المجلس الأعلى للشباب العديد من الخطوات العملية للتحسيس والتوعية بأهمية هذا الموعد الانتخابي من خلال طرح وتجسيد عديد المبادرات التي تمس بشكل خاص فئة الشباب. اليوم ونحن بصدد هذا الاستحقاق الوطني الهام نسارع الخطى من خلال تعزيز ثقافة التثقيف الانتخابي. الفعاليات في كل ولايات التراب الوطني يعمل من خلالها زملاء أعضاء المجلس الأعلى للشباب من خلال تشبيك الجهود مع الفواعل الشبانية ومع الإطارات الشبانية وإطارات المجتمع المدني لتشكيل قطب ينشر هذه الثقافة في أوساط المجتمع. المشاركة السياسية، التوجه بكل قوة للتسجيل في القوائم الانتخابية والذي هو واجب اللحظة وواجب الوقت، هي الرسالة الكبيرة التي نحملها معنا أينما رحلنا وأينما ارتحلنا في هذه الفترة. هيا شباب، مبادرة من بين المبادرات التي أطلقها المجلس الأعلى للشباب عبر مختلف ولايات الوطن، نشاطات جوارية ولقاءات تنشر الوعي الانتخابي وتحفز الشاب الجزائري على المشاركة في الحياة السياسية انطلاقاً من التسجيل في القوائم الانتخابية إلى غاية ممارسة واجبه الانتخابي، مبادرات تشكل فرصة حقيقية لتعزيز التواصل بين الشباب والهيئات الرسمية. تذكرون معنا أنه انطلقنا في تشجيع الشباب على التسجيل في القوائم الانتخابية، ثم كذلك وصلنا بعد ذلك الحملة التحسيسية في أوساط الشباب والتي تزامنت مع ربما تسجيل جميع المترشحين في يعني جمع جميع المترشحين للاستثمارات الانتخابية في كل ولاية التراب الوطني. سيكثف زملائي مع الفواعل الشبابية العمل لدعوة الشباب في كل الفضاءات ليكون حاضرا بقوة وحاضرا بكثرة التصويت بكل شفافية ووضوح على من يراه مناسبا في الانتخابات المقبلة. الشباب هو قوة ضاربة ورانا في 2024 نفديو بلادنا بالروح والمال بإدلاء صوتنا. ركزنا على أنه تكون فيه خارطة الطريق للعملية الانتخابية بتوعية الشباب بالأهمية الحدث القادم إن شاء الله، ولازم نكون يد واحدة في العملية الانتخابية، لازم نكون نحن كشباب من يصنع القرار للدولة وللبلاد الجزائرية. مشاركة قوية للشباب في الاستحقاق الرئاسي رهان يسعى لتحقيقه المجلس الأعلى للشباب، خاصة وأنها الفئة التي يعول عليها في تجسيد كل السياسات التنموية في البلاد.